السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. اليوم راح أسوي لكم زلابية. زلابية هي من الحلويات المرغوبة في العراق بشهر رمضان. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. نحتاجها اليوم للمقادير الزلابية. أحتاج لها كوب طحين، أحتاج لها كوب من النشا، أحتاج لها ملعقة طعام من السكر، ملعقة كوب من الخميرة، رشة ملح، وكوب وربع ماء دافي. هسه أخلي كل المواد بالعجانة وعجنها. سأخلي المواد كلها وعجنها. أول شي خليت المواد الجافة كلها، الطحين والنشا والشكر والملح والخميرة، خليتهم وخلطتهم شوية. هسه راح أضيف لهم الكوب والربع الماء الدافي وأعجنها وأتركها لمدة، وأغطيها بالنايلون وأتركها لمدة ساعة لأجل أن تختمر. هذا الكوب وربع. هسه راح أعجنها ويها، يعني عجينة تكون لا قوية ولا ميانية كلش. مثل ما تشوفين بعد ما عجنت العجينة صارت بهذا الشكل. راح أغلفها بالنايلون وأتركها لمدة ساعة لأجل أن تختمر، وبعدين راح أقليها وأرجع لكم. طبعا مثل ما تشوفين اختمرت عندي العجينة الزلابية، تضاعف حجمها، صار بيها فقاعات. حاول أتخلص من هاي الفقاعات، أعجنها مرة ثانية الشكل. خلطتها كلها هذا الشكل صارت. وعندي علبة، هذه علبة مايونيز فارغة نظيفة، يعني بيها فتحة هالشكل حتى أقدر أسيطر أشكل الزلابية مثل بالمحلات. هسه أعبي العلبة وأرجع لكم. هسه فرغت العجين عندي هنا بالعلبة، راح أبدي أسوي. طبعا سويت اثنين قبل ما أشغل الفيديو، بس راح أشوف الكيشون. راح طبعا هو شوية السيطرة عليها نسويها بالضبط دائرية مثل المحلات شوية صعبة، فتبقى كل واحد يعني هو وشطارته شلون راح يسويها هكذا. ما اخليها يعني تحمر كثير، بس شوية كده. حاولي لا كثير، اثنين يعني قطعتين تقلين مع بعض افضل، ما تترسين الطاوة او المقلاة. هسه هذه استخرجها من القطر أو الشيرة، أقلبها شوية بالشيرة بعدين أستخرجها شكل. صفيها شوية خليها هنا. وهكذا استمر بيها كلها الى ان ما تنتهي عندي في العجين كله. اذا انت تحبين تلونين الزلابية، تقدرين تضيفي لها الزعفران او صبغ اللوزينة حتى يعني يصير لونها اصفر او يميل الى البرتقالي، فيبقى عندك الاختيار.
شوية زيت يصير على الوجه. ولا تنسين القطر او الشيره يكون بدرجه حراره الغرفه، لا يكون لا حار ولا بارد كلش الافضل. هسه ايضا حبايبي هذه هي الزلابية اللي سويتها لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم وصفتي وتجربوها. ألف عافية على قلوبكم حبايبي، أشكر حسن متابعتكم وأترككم بأمان الله.